لهذا القتال مع إشعار بتاريخ الالتحاق. فما أطلب منكم العمل على تحقيق النجاعة بالعمل القضائي بدائرة نفوذ المحكمة. الله يبارك عمر سيدي. أني إلى المصلحة القضائية، وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة يناير 2022 المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد صالح تزاري الوكيل العام. إذا بدوري أعين الأستاذ محمد حاتمي لمرافقة. بناء على دستور المملكة المغربية وخصوصا الفصلين 56 و57 منه، وبناء على أحكام الدستور، بناء على أحكام المنشور رقم 845 الصادر بتاريخ ربيع الثاني 1396 الموافق ل 16 مارس 1979، كما تم تحيينه بتاريخ 11 محرم 1432 الموافق ل 17 12 2010 بأمر من أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للقضاء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وإياده. ألتمس من سيادتكم تعيين مستشار من هيئتكم المقرة، كما أنني بدوري أعين النائب أستاذ إبراهيم ساعودي نائب وكيل عام الملك لمصاحبة السيد صالح تزاري، والذي قرر جلالة الملك نصره الله وإياده تعيينه وكيلا عاما للملك بمحكمة سيناب الدار البيضاء، ثم إصدار أمركم للسيد كاتب الضبط بتلاوة سند تعيينه وبدعوة سيادته إلى الالتحاق بمكانه وبتحرير. هذا اللقاء هذا لنصيب السيد الوكيل العام محكمة السيناب الدار البيضاء، كما كما كتشوفوا ندردشوا مع اخواتنا رؤساء كتابة الضبط وكتابة الضبط النيابة العامة. هذه مسألة إيجابية جدا. الدار البيضاء كتحتاج لواحد التفكير طويل على مستوى إعادة الهيكلة ولا على مستوى بناء المحاكم، وهذا النقاش هذا راه كاين بين داخل الوزارة مع الجهات الحكومية المختصة، وكنتمنى في المستقبل القريب إن شاء الله تكون شي تغييرات كبيرة في هذا فالمحاكم ديال الدار البيضاء. يتعين عليكم ان تنخرطوا في هذا الاصلاح، وذلك بالتشبث بالقيم والفضيله والشرف، وفقكم الله الى ما فيه الخير لهذا البلد. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا سيدي.